على كل دلوقتي هنروح لليندا مرة تانية نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. تفضلي ليندا. شكرا شاذلي، أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.20، أما الشراء فسجل 19.13. اليورو البيع سجل 19 جنيه و8 قروش، أما الشراء فسجل 19 جنيه. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.64 والشراء سجل 22.53. الفرنك السويسري البيع سجل 19.92 والشراء سجل 19.83. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.79 والشراء سجل 2.78. الريال السعودي البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه و8 قروش. الدينار الكويتي البيع سجل 62.40 والشراء سجل 62.13. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.22 والشراء سجل 5.20. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 921 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1075 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1228 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8600 جنيه. دلوقتي مشاهدينا هنرجع لشاذلي وبسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر.